هرب. هدي هدي هرب هدي. هدي هدي. شباب هو شايف هو شايف. مرابطين في مواقعهم هنا والنقاط التي كانت لمقاتلي داعش قبل استعادتها منهم بعد دخول تبر وتوجه القوات شرقا. والى اليسار في هذه المنطقه على بعد كيلومترات قليلة من الحق. عم تركض عم تقدم شبابنا. Thank you.
بعد الجهاز طبعا الجهاز حول Берете с этой. Thank you.
فوت مشطة فوت بما انك فوت اول واحد خالص 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 لم يأشي لقفة فوت امش يلا هذه الورقة معهم أنا شايف أنه هديله بعد لا نحن بعد ما خلصنا منطقة الطبقة بالكامل والصفصافة الكبيرة والصغيرة ومزرعة العجراوي ومطار الطبقة العسكري فبدي يبلش التقدم باتجاه المنصورة يعني بدنا نلتقي نحن والقوات الموجودة بالطبقة من الجهة هاي من جهة المنصورة من الجهة الشمالية وشبابنا لواء صقور رقة من الجهة الجنوبية يعني راح نحاصر المنصورة والسد تمهيد لاقتحام محافظة الرقة ولقطع الطريق لأنه الرقة ما ظل عليها إلا منفذ واحد هو طريق سد البعث سد المنصورة فنحن قطعنا الطريق عنهم وتحاصرت المحافظة بالكامل يعني بلشنا بهال 40 ضيعة من هين نظفناها من الدواحشة
مستمرين بالتنظيف إلى المنصورة ولن مشان نطوق محافظة الرقة كاملة من كل الجهات. والله ما داعش حاليا بدك تعتبره بحالة انهيارها أخي، وما عنده إلا المفخخات والصواريخ الحرارية والمدنية ويتخذهم دروع بشرية، وإحنا معنويات قواتنا عالية جدا جدا، وإن شاء الله نعاهد أهلنا أخي بأنه بدنا نتقدم باتجاه الرقة لتحريرهم من ظلم داعش الإرهابي.